مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يبدو ان ازمه محمد صلاح مع يورجن كلوب، وطبعا الكلام الكتير اللي دار خلال الفتره الاخيره، لن يؤثر على بقائه داخل النادي الانجليزي. خرجت العديد من التقارير خلال الفتره الاخيره وبتتكلم عن تمسك نادي ليفربول الانجليزي وتمسك المدرب الجديد للريدز ارن سلوت بمحمد صلاح. خلينا اقول لحضراتكم ان غالبية التقارير الصحفية البريطانية اتكلمت عن ان نادي ليفربول الانجليزي متمسك ببقاء النجم المصري محمد صلاح هداف الريدز قبل نهاية عقده الموسم الجاري، وطبعا متمسكين ببقائه في الفريق رغم ما دار خلال الفترة الأخيرة بينه وبين يورجن كلوب، وهو ما فتح المجال للحديث عن رحيله عن ليفربول واتجاهه. البعض تحدث ايضا عن اتجاهه الى الدوري السعودي. وفقا لصحيفة التايمز، فإن أرني سلوت وهو المدير الفني الجديد لليفربول بيرى أن صلاح له قابلية كبيرة عند جماهير الريدز وليه أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة من تاريخ الريدز، واللي طبعا هتكون بقيادته، إلى جانب أنه بيحظى بدعم كبير من مايكل إدوارد ومدير عمليات ليفربول لقناعته بحاجة الفريق لخدمات اللاعب المصري في الفترة المقبلة. خليني اقول لحضراتكم كمان ان التقرير قال ان النيه داخل نادي ليفربول الانجليزي ان يكون محمد صلاح ليه دور مهم في مستقبل النادي تحت قياده ارن سلوت المدير الالماني، المدير الفني الالماني طبعا السابق يورجن كلوب. كان طبعا زي ما حضراتكم عارفين حصلت بينه وبين صلاح مشاده كده قبل نهايه الماتش الاخير في الدوري، ويعني فتحت المجال للحديث عن رحيل محمد صلاح عن ليفربول، ولكن في نهاية المطاف التقارير حاليا بتشير إلى بقاء نجمنا المصري مع ليفربول بقيادة إرني سلوت خلال الفترة المقبلة، وهو المدير الفني الجديد لليفربول. محمد صلاح كان عانى من هجوم شديد خلال الأيام الماضية في الصحف البريطانية بسبب الخلاف اللي دار بينه وبين يورجن كلوب في أحد المباريات اللي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الوقت نفسه أصبح صلاح مطلوب في الدوري السعودي للمحترفين، يعني الحديث أيضا إلى جانب التقارير اللي قالت أن محمد صلاح مكمل في ليفربول، وأن الإدارة بترى أن اللاعب يمكنه أن يكون جزء من مستقبل الريدز خلال الفترة المقبلة. رغم ذلك ما زالت الإداريين والمسؤولين في الدوري السعودي للمحترفين بيروا أن محمد صلاح ما زال أحد اللاعبين المطلوبين ليكون ضمن اللاعبين المحترفين في السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما كان رفض عرض خيالي من اتحاد جدة في الموسم الماضي. كمان التقارير قالت انه على الرغم من تراجع مستوى محمد صلاح مؤخرا، فان مشجعي ليفربول ما عندهمش استعداد ان هم يخسروا النجم المصري محمد صلاح، طبعا باعتباره احد اللاعبين الرئيسيين في كتيبة ليفربول اللي حققت انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومش بس إنجازات على مستوى الفريق ولكن أرقام قياسية ظلت خالدة سنوات طويلة، ولكن جه محمد صلاح كسر كل الأرقام القياسية وبات أحد أساطير ليفربول شئنا أم أبينا. إذا كان هيكمل في ليفربول أو حتى مش هيكمل، أصبح أحد أساطير النادي الإنجليزي وأحد أهم اللاعبين الأفارقة اللي لعبوا في الدوريات الكبرى. إحنا بنتكلم عن الدوري الإنجليزي وهو أكبر دوري في العالم، توب 1 رقم 1 في العالم الدوري الإنجليزي. كمان كانت كشفت تقارير صحفية عن تمسك ليفربول بمحمد صلاح ضمن صفوفه وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذكرت شبكة The Athletic العالمية ان نادي ليفربول يعني بيخطط للمرحلة المقبلة وضمن خططه ان يكون محمد صلاح ضمن صفوف الفريق. واشارت كمان الشبكة اللي طبعا تحدثت عن محمد صلاح وقالت ان اللاعب مستمر عقده لحد عام 2025، وهيكون هو وقتها بيبلغ من العمر 33 سنة، يعني هيكون لسه عنده قدرة كبيرة على العطاء داخل الملعب. واوضحت كمان انه على الرغم من المشادة اللي حصلت بين محمد صلاح والمدرب الالماني يورجن كلوب مؤخرا، لم يكن هناك ما يشير الى ان هناك مشكلة كبيرة بينهم، ولكن طبعا حتى لو كان في مشكلة فهي ليست لها علاقة بامكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، خاصة ان يورجن كلوب مش هيكمل في صفوف الفريق. وقال كمان الشبكة ان محمد صلاح اصبح مطلوب في الدوري السعودي للمحترفين، وده بيدعم موقف ليفربول خاصة اذا قرروا الاستغناء عن اللاعب المصري، يعني
عندهم القدرة أو ميزة تفاوضية مع أندية الدوري السعودي في حالة رغب ليفربول في الاستغناء عن خدمات اللاعب المصري، وهو طبعا ما لم يحدث حتى اللحظة. طبعا كانت وصلت علاقة النجم المصري الدولي محمد صلاح مع فريق ليفربول إلى طريق مسدود. طبعا ده كان بعد المشادة اللي دخل فيها قائد الريدز بديل في مواجهة الريدز مع ويست هام في منافسات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز، واللي انتهت بالتعادل 2-2. حصلت مشادة بين محمد صلاح ويرجن كلوب وهو طبعا على خط التبديل قبل ما ينزل الملعب، وهذه اللقطة كانت مسار حديث في العديد من الأوساط الرياضية العالمية وخاصة الصحف الإنجليزية اللي تناولتها بالعديد من الأوجه. البعض تحدث عن أنها مرحلة النهاية بين صلاح وليفربول، والبعض الآخر قال أنها مشكلة قد تضع محمد صلاح في مأزق، ولكن طبعا في نهاية المطاف اللي احنا وصلنا له ووفقا للتقارير الأخيرة اللي بنشير إليها دلوقتي، فإن محمد صلاح يبدو أنه هو مكمل في نادي ليفربول الإنجليزي. دي طبعا كانت مجموعة أهداف بنعرضها لحضراتكم لنجمنا المصري محمد صلاح خلال مشواره الكبير في ملاعب أوروبا وتحديدا في الدوري الإنجليزي مع الريدز. مشوار طويل، محمد صلاح على مدار 5 سنوات كان بينافس على هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وطبعا كمان مش بس الهداف ولكن مستر أسيست في هذه البطولة الكبيرة. بنتكلم عن واحد من أقوى دوريات أوروبا إن لم يكن الأقوى على الإطلاق، الدوري الإنجليزي طبعا اللي يعني بيتابعوا الملايين حول العالم كله. وفي نهاية المطاف بنأكد لحضراتكم وفقا لآخر تقارير وردت من الصحف الإنجليزية والصحف العالمية إن النجم المصري محمد صلاح مكمل في صفوف نادي ليفربول. بشكركم في النهاية على حسن المتابعة وإلى اللقاء.